فبعض الناس لا يأبه بعقيدة الرسول ولا بمنهجه ويسلك مناهج وعقائد أخرى اخترعها الشيطان لمن خذله الله من أهل البدع والضلال. وأناس قد يوفقون للأخذ بالعقيدة ولكن يضيعون المنهج، وأناس يوفقون للعقيدة والمنهج ولكن في سلوكهم يضيعون العقيدة ويضيعون المنهج. يكون معهم الحق، يكون معهم الحق، عقيدة صحيحة، منهج صحيح، ولكن سلوكه وأسلوبه في الدعوة يقضي على الدعوة ويضرها. فاحذروا من مخالفة الرسول في عقيدته وفي منهجه وفي دعوته كيف كان يدعو الناس عليه الصلاة والسلام، واستلهموا هذه التوجيهات النبوية إلى الحكمة، إلى الصبر، إلى الحلم، إلى الصفح، إلى العفو، إلى اللين، إلى الرفق، إلى أمور أخرى إلى جانب هذه. استوعبوها يا أخوة واعلموا أنها لا بد منها في دعوتنا للناس. لا تأخذ جانبا من الإسلام وتهمل الجوانب الأخرى، أو جانبا من جوانب طريق الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وتهمل جوانب أخرى، فإن ذلك يضر بدين الله عز وجل، يضر بدين الله عز وجل ويضر بالدعوة وأهلها.